السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله غادي نتحدث لكم في هذا السلسلة اللي جاية إن شاء الله على قصص الأنبياء إن شاء الله. واليوم غادي نبدأ لكم بقصة سيدنا آدم عليه السلام. وكما تعرفوا نحن المسلمين بأن أول خلق الله من البشر هو آدم على سطح المعمورة. خلق الله سبحانه وتعالى ونفق فيه من روحه. كان الله سبحانه وتعالى في الجنة، هو قبل ما يخلق آدم هو الملائكة فيه هذيك وظيفتهم وعبادة الله، سيساجتي تي راكع شي تي سبح شي، هذه وظيفه تاع الملائكه. فوعدنا قال لهم جمعهم، قال لهم اني جاعل في الارض خليفه. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. انا وتعالى يا هذيك جمع الله سبحانه وتعالى كاع ديك الانواع تاع الاتربه اللي كاينه. كما تعرفوا كاين هناك تراب اسود، وكاين احمر واصفر وابيض، وهادشي غادي يطلع حتى سبحان الله العظيم في الجبال بزاف. الجبال كاين الجبل تتلقاها كوك سبحان الله تاعك يكون كحل، وكاين اللي تتلقاها حمر سبحان الله العظيم، وكاين اللي تتبان لك بيض، وكاين تيقول لي تيبان صفر سبحان الله العظيم. وهي هذيك جمع الله سبحانه وتعالى قاعد الأتربة جمعها وخلطها ما بيناتهم وصب فيهم الماء وخلاهم. هادشي من تكب عليه التراب مع الماء، ولا كما جا في الآية لا صلصال من حماء مسنون وخلاه. جا يا هادي قال الملائكة تاعتو راه اني دروكا سميتو نسوي بشرا، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نفخ فيه الله سبحانه وتعالى من الروح ديالو، ولا كائن بشري. هي هذيك سجدوا امتثالا، هو سجود هنا سجود تاع تقدير احترام، ماشي سجود عبادة لا. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تكبر إبليس تانع اللي قال لي الله سبحانه وتعالى ما لك ألا تسجد إذا أمرت، قال لي أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. صافي هي هذيك لأن دروك خرج على القاعدة، أن الوظيفة تاعت الملائكة هي طاعة الله سبحانه وتعالى، يفعلون ما يؤمرون، فهمتي، السمع والطاعة. هو خرج على هذه الوظيفة اللي كان هي هذاك خلق من أجلها، ألا هي الطاعة لأوامر الله سبحانه وتعالى. صافي هي هذيك صافي خرج منها فإنك ملعون. صافي إنك عليك لعنتي إلى يوم الدين. طلع منه قال لي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال لي زعما طول لي في عمري حتى اليوم اللي بعد، قال لي إنك من المنظرين. سير صافي هي هذيك هو بقى فيه، هو متكبر وحسود، بقى حسد على آدم لأنه خرجو كان سبب تاع الطرد ديالو من الجنة. بدا تيتمكر ليه الله سبحانه وتعالى. خلق آدم ومنه خلق حواء، قال لهم كلوا واشربوا في الجنة، كلوا مما عجبكم، قطفوا من أي شجرة عجب إلا هذه الشجرة، هذه ما تقربوا ليهاش، ما تمسوا ما توصلوها. لكن الشيطان تسلل إليهما ووسوس لهما، اليوم لا أدلكما على شجرة الخلد، لما تبقاو خالدين معمرك تموتوا وملك لا يبلى.
فلا تعيش فدلهما بغرور فأكلا منها صافي يركلوا منها لان صافي تما عصوا الله سبحانه وتعالى بدأ تسميته تتكشف العورة ديالهم كشفت لأن بنادم تيعصي الله صافي راه ستر الله تيتحيد ستر الله اللي سترك تيتحيد من عصى الله هادشي اللي وقع لآدم مع حواء ستر الله حيد بدات العورة هما من الفطرة ديالهم شافوا داك المنظر ماشي طبيعي ان ولا العورة ديالهم باينة بداو تيقطعوا اقتفاني من ورق الجنة تيقطعوا من ورق الجنة وتيغطيو ريوسهم هاك المناطق الحساسة الله راضي عرفوا عرف آدم بأنه ظلم نفسه وأنه عصى الله أطلب من الله يغفر له قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا هذا كتاب عليه الله سبحانه وتعالى وقال لي صافي ما بقى لك مقام في الجنة أهبط الأرض صافي تماك ما كان تاع الابتلاء صافي المحن صافي بعد ما كان كل شيء موجود الاكل والشرب تماك لا لا ما سعيتي وفي الارض لا ما سعيدي وكديتي وفهمتي وشقيتي ما غادي تاكل ما تشرب تماك هبط باش هذاك يولي انسان مكلف صافي يتعيش نوض حري على كتفك يقال بأنه بقي آدم في الجنة 43 سنة ما ذكره ابن جرير وغيره قبل ما من خلق الله سبحانه وتعالى وآدم عاشوا فيها تقريبا 43 سنة قبل ما يهبطوا الأرض وأن طال عمر آدم كان يناهز 1000 سنة كما جاء في الحديث عن ابن عباس وأبي هريرة مرفوعا أن عمره اكتتب في اللوح المحفوظ 1000 سنة وهذا جاء في ثورة تاع اليهود أنه عاش 930 سنة وهم بطبيعة الحال يحسبوا بالسنة الشمسية ما يعادل 957 سنة قمرية هذيك 957 اللي ضفنا لها 43 اللي عاشها في الجنة هي هذيك 1000 سنة اللي عاش ويحكى أنه مات وجات سميته الكفن من السماء والملائكة صلوا عليه صلاة الجنازة وأنه كبروا 4 كما جاء في الحديث يعني قال لهم هذه سنة ابن آدم هذه بحدك شيء بس صلاة سميته صلاة الميت تكبروا 4 تكبيرات ويحكى أن حواء عليه السلام توفت بعد سنة من الوفاة ديالو نازم حسات بعد الحزن الشديد الفراق ديالو كانت ملازمة للقبر ديالو مش هذيك قوات قعدت حتى واحد المدة طويلة لا أكل لا شرب وأن أصيبت بشي مرض واللي قضى على حياتها وتوفت وغسلوها البنات ديالها وجات هي الكفن من الجنة غسلوها بنتها ودفنوها حدا الجوار تاع آدم عليهم السلام وقبل ما يموت آدم كلف ذاك الابن ديالو شيت طلب منه باش هو يزعم يكون الخليفة ديالو من بعده وعاشوا البشرية عاشت على الإسلام من بعد الموت تاع آدم وحواء تقرب شي 1000 سنة قبل ما بعض منهم بدا يرتد على الدين ديالو وبعث الله فيهم نوح عليه السلام غادي إن شاء الله ننظر لكم عليه المرة الجاية إن شاء الله تعالى ونتمنى الفيديو يروحكم وخبروا الأهل ديالكم معارفكم شاركوا في القناة قناة مباركة الحمد لله فيها إفادة هذا هو الأهم فيها إفادة
شي بحال القنوات التافهة، وللأسف تتحصل على البيز، نسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.